السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية يا رب. الاقتراح ديالنا ديال هذا النهار الأخوات غادي يكون كوكلي في الفران، كيجي أكثر من رائع بأعشاب منسمة. يعني غادي نطيبوه إن شاء الله غير بالأعشاب المنسمة وبالتوابل، كيجي ممتاز. غادي نرافقوه ان شاء الله مع بطاطس في الفرن، حتى هي كتجي زوينه بزاف حتى هي غير بالتوابل. وغادي نشوفوا مع بعضياتنا عصير كيجي اكثر من رائع لهذا الموسم، ان شاء الله غادي ينفعكم هذا العصير بدون فواكه. خليكم معايا اخواتي من الاول حتى الاخير، نشوفوا مع بعضياتنا الطريقه والمراحل ديال تحضير هذا الطبق اللي كيجي اكثر من رائع، لذيذ وبسيط في المتناول، ان شاء الله نغيروا به في الموائد ديالنا. خليكم معايا اخواتي. بسم الله على بركه الله، كناخذ واحد الاناء اللي غادي نخلط فيه هاد الشرموله ديال الكوكلي. غادي ندير تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال البابريكا، معلقه كبيره عامره ديال القزبر يابس، وعندي هنايا معلقه صغيره عامره ديال الخرقوم او الكركم، وهذا القياس ديال جوج ديال لي كوكلي، معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال سكينجبير، ولا عندكم سكينجبير طري ممكن حتى هو كتضيفوه. هنايا شويه ديال الابزار ما حطيتوش مع العطريه، ولكن غادي نضيفه هنايا. بسم الله، غير شويه ديال الابزار، شويه ديال الهريسه، معلقه صغيره هنايا ديال المطرد، ثوم بودره تقريبا واحد معلقه صغيره، ممكن ديروا الثوم العاديه حتى هي. وهنا كنجيو كنديروا واحد الحكه ديال الزعتر من يدينا، شويه ديال مرد الدوش، هاد الوريقات ديال سيدنا موسى كنفتتهم بحال هكا بيديا على هاد الشكل. هنايا عصير الحامض، شويه ديال صلصه الصوجة ما ذكرتهاش البنات، غير واحد شويه، هذه عندي ثقيله ديروا منها غير واحد شويه، معلقه صغيره تقريبا واحد معلقه كبيره ديال الماء باش كنجانسوا بها هاد المكونات، ومعلقه كبيره ديال زيت الزيتون ما نكثروش بزاف. كنخلط هاد المكونات مع بعضياتهم بيديا، يلا خصني شويه ديال الماء غادي نضيف، وغادي نجيب هذاك الكوكلي ديالي وكنبدا ندير فيهم هاد الشرموله. هادي غنزيد شويه ديال الماء، ما كنكثرش الزيت باش هكا الشرموله تدخل مزيان في الدجاج اولا في الكوكلي. وكنبدا نشرمل في هذا الكوكلي ديالي مزيان من جميع النواحي، ما كاين محسن من اليد البنات. من هنا من الداخل عاود في هذا السدير ديال الدجاج، وغادي نجيب هذاك الكميه الثانيه. بعد ما شرملت الكوكلي ديالي مزيان، شوفوا البنات يعني مرحتو في الشرموله مزيان، وهنايا ضفت حتى هذاك الثالث اللي كان عندي، كنت نصايب غير جوج منين بقات لي شرموله يعني شويه بزايد، ما فيها بس انني شرملتهم مزيان. حتى هنايا بين هاد الفخيضات ديالهم ضروري انكم ديروا شرموله هنا في الداخل. بالنسبه للاعشاب المنسمه الا كنتو غادي تشرملوه، شوفوا معايا يعني هنايا بالداخل دايره شرموله مزيان، الا كنتو بغيتو تخليهم يباتوا في هاد الشرموله بالنسبه للاعشاب المنسمه باش ما ننساش، يكون احسن انكم ما ديروهاش من البدايه، كنتو تخليهم غير واحد ساعتين او ثلاثه وتدخلوهم للفران ماشي مشكل. بالنسبه ليا انا غادي نخليهم تقريبا واحد ثلاثه سوايع وعاد غادي ندخلهم للفران. الدجاج ديالي اولا الكوكلي ديالي بعد ما تشرب مزيان كيف شفتوا معايا، مغطيه في بلاستيك غذائي وخليته في الثلاجه. هنا غادي ناخذ الطاوه، كناخذ ليها ورق المطبخ كندير فيها شويه ديال زيت نباتيه وكندهنها،
على هذا الشكل. وكنجيب هاد لي كوكلي هادو، شوفوا معايا البنات كيفاش تشربوا مزيان بهاد العطريه هادي، وكنحطهم نضغطوا عليهم بحال هكا مزيان. غنشوف الا ما كفانيش الثالث غادي نديرو بوحديتو، لكن غادي نحاول دائما هاد السنسول ديالو كنضغطوا عليه مزيان بحال هكا. غادي يكفاو ان شاء الله لان هذا غير صغيور بحال هكا. وفي هاد الوقيته كيكون عندي الفران سخون، يعني ملي كندخلو الدجاج يطيب بصفه عامه سواء الكوكلي ولا الدجاج يكون الفران سخون هكا باش ما كيقصحش معنا، كتكون الحيمه ديالو افتيه. هذا دغيا كيطيب البنات الكوكلي، كيجي لذيذ بهاد التوابل ولا بالاعشاب المنسمه. كيف قلت لكم الا كنتو غادي تخليوه ليله كامله في هاد العطريه هذه حتى اليوم الثاني، عاد كديروا ديك الاعشاب المنسمه كتحكوها وكتخلطوا شويه وكديروا. غادي نغطيه بورق المطبخ مزيان باش كيرجع ليه البخار، وغادي ندخلو يطيب. غادي نشوفوا معايا والوقيته اللي كندخلو انا الفران، ندوزو نشوفو البطيطه المرافقه. هنا كناخذ كميه ديال البطاطا كنقشرها وكنديرها في الماء. بطبيعه الحال البطاطا خذوا القياس اللي غادي يكفاكم ولا اللي غادي يناسبكم. كنجي وكنقسمها بحال هكا باش كنديروا منها صبيعات يكونوا شويه اعراض على هذا القياس هذا بحال هكا. الا كانت البطاطا صغيره كنقسمها غير على جوج بهذه الطريقة. البطاطا ديالنا بعد ما صفيتها من الماء كناخذ واحد ورق نشاف بحال هكا وكنصفيها مزيان، وكنحاول انني نشفها مزيان من الماء. المهم انكم تنشفوها من الماء يكون احسن بحال هكا. وهنايا عندي التوابل، بسم الله عندي شويه ديال السودانيه، اللي كيبغي الحار غيدير شويه ديال السودانيه، واللي عنده الوليدات يرد البال شويه ديال السودانيه. هاد البطاطا كتجي يعني فيها الحار كتجي زوينه. وهنايا بابريكا اولا تحميره، شويه ديال الملحه، شويه ديال سكينجبير، والعطريه غتبقى على حسب البطاطا اللي نتوما دايرين. هنايا الثوم بودره، والثوم بودره رئيسيه في هاد الوصفه هذه ديال البطاطا، كتعطيها مذاق زوين. لما توفرتش ممكن انكم ديروا الثومه العاديه. هنا عندي واحد المعلقه صغيره وتكون عامره ديال المضاد، حكه ديال الزعتر، يعني المتاخذو الزعتر والثوم بودره كيعطيها مذاق زوين. وبالنسبه للاخوات اللي كياخذوا الحار حتى هويا كيتواتى مع هاد الوصفه هذه. شويه ديال الكركم ولا الخرقوم غير شويه، شويه ديال الزيت نباتيه، وغادي نخلط هاد المكونات كاملين مع البطاطا، وكنخلطوا هاد البطاطا ديالنا على هاد الشكل. وكيف عرفتوني البنات دائما انا كندير يدي، كنحاول نلبس هاد البطاطا بالعطريه مزيان. هاد البطاطا كتجي زوينه للاخوات في الفران. بالنسبه للملح باش ما ننساش، بالنسبه للكوكلي اولا الدجاج ما درتش الملح لحقاش عندي المطاغد مالح، الهريسه مالحه، صلصه الصوجة مالحه، وهما مغسولين بالملح، يعني ما كنديرش انا الملح نهائيا. وكيبقى لكم الاختيار انكم ديروا شي شويه ديال الملح الا بغيتوه. كنجيب صينيه كنلبس ليها ورق المطبخ وكندهنها هنا بشويه ديال الزيت النباتيه، انا دايره فيها شويه ديال الزيت النباتيه. مباشره كنجيب هاد البطيطه ديالنا وكنفرغها بهذه الطريقه هذه، وكنوزعها كامله حتى
حتى هاد الصلصه هذه غادي نفرغها فوق منها، ولا هاد العطريه هذه كنحاولوا اننا نسرحوها كامله بحال هكا، وغادي ندخلها للفران. الفران كيكون سخون البنات، يعني مباشره كتخرجوا الكوكلي اولا الدجاج ديالكم كتدخلوا هذه الدجاج بطبيعه الحال غادي نتغطيوه باش يبقى فتي. وبالنسبه للدجاج مره هو كيطيب في الفران وهو نتوما كتكوه، يعني مره حاولوا انكم تعريو عليه وتكوه بالقطيب اولا بالشوكه باش كيخرج داك الماء اللي فيه وكيطلق الماء اللي فيه. غادي نشوفوا منين غادي نطيبوه ان شاء الله. غادي ندخل الطاوة ديالي ديال البطاطا طيب ويعني تحمر. هاد الوقيته نتوما نشوفوا العصير المرافق لهاد الطبق هذا الكامل ديال هاد النهار. بالنسبه للعصير المرافق اختاريت هذا العصير ديال الحامض اللي كيجي خفيف وكيجي منعش بدون فواكه. هنايا عندي جوج حبات ديال الحامض من المجمد، هذا الحامض عندي صغير يعني الحبات ديالو صغار، الا كان عندكم الحامض كبير ممكن انكم ديروا غير حامضه وحده كتخليه في المجمد وكتجبدوه. بطبيعه الحال غادي نقطعوه، غادي نشوفوا معايا. غادي نحتاجوا علبه ديال الياغورت والسكر والماء باش غادي نخدموا هاد العصير، شي حاجه اللي هي خفيفه ولكن في نفس الوقت اللي هو منعش. بسم الله كنجي كنحاولوا اننا نخليوه غير واحد شويه باش كيتطلق، غير واحد شويه كنحيد له هاد الرويصات اللي كيكونوا في الجوانب. ومن الاحسن ان الحامض ما تكونش فيه ديك القشره البيضاء غليظه هكا باش ما كيجيناش مر. غادي نحيد هاد الجوانب ومباشره كنبدا نقطعو. تسناو عليه شويه غير كيبدا يدوب شي شويه هكا كتجينا سهله اننا نحيدو له هذوك العظومه اللي كيكونوا في الداخل كيجيو باينين. يعني انا غادي نقطعو ونتخلص من العظومه نهائيا، ما يبقاوش البنات العظومه كاينين في الحامضه. الا كان عندنا العظومه كيجينا مر، وكيف قلت الا كانت غير حامضه كبيره كتكفي. انا غادي نقطعو ونتخلص من العظومه كاملين. شوفوا معايا كيفاش باينين ملي كيكون متلج، غادي نحيدهم ونرجع. هما كاملين اللي كاينه في الحامضه، يعني ردوا البال ولا في الحامض ردوا البال ان العظومه ما يكونوش، والقشره البيضاء حاولوا انكم تحيدوها، وحتى دوك الجوانب الا كانوا عندكم غلاظ بحال هكا حيدوهم باش كيعطينا عصير زوين اولا مذاق زوين في هذا العصير. غادي ندير المكونات كاملين، يعني غادي ندير الحامض هنايا في الكاس ديال الخلاط، وغادي نضيف عليه اليوغورت ونضيف كميه ديال الماء غير قليله. هاد العصير كيتطحن في طرو ديال الماء، يعني حامضه كبيره في طرو ديال الماء. غادي نضيف غير شويه باش يتطحن مزيان. السكر نتوما كتحكموا فيه، وغادي نصفيو هاد العصير ديالكم. غادي نطحن المكونات مزيانين كيف قلت البنات، وغادي نصفيه ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديالو، لان هادو هما المكونات الحامض الماء وعلبه ديال اليوغورت والسكر على حسب الذوق. الكوكلي ديالي بعد ما طاب كنخرجو من الفران، وكناخد واحد الخلطه هنايا فيها شويه ديال الزبده شويه ديال الهريسه وشويه ديال المطرد، وكندهن بها هاد الكوكلي. وممكن هاد الخلطه اللي خدمنا مع بعضياتنا انها تكون حتى في الدجاج، غير يكون الحجم ديالو صغير. وكنرجعهم للفران غير كيتحمروا شويه، وها هما واجدين على هاد الشكل. كندهنهم مزيان كيتلذوا بهاد المطرد والهريسه والزبده، وكتعطيهم حتى واحد اللون اللي هو زوين. نتلاقاو ان شاء الله بالشكل النهائي ديال هاد الطبق اللي صايبناه مع بعضياتنا. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق اللي صايبنا مع بعضياتنا. كي شفتوا معايا البنات كيجي محمر كيجي لذيذ الاخوات، عطيوه وقته في الطياب. بالنسبه لهاد الشعريه الصينيه اللي غتشوفوا معايا هنا شويه الشامبينيون معها شويه ديال الزيتون، كانت حشوه انني خدمت حتى دي كوكلي معمرين يعني بالشعريه الصينيه. مره اخرى ان شاء الله نشاركها معكم. كيف ما يمكن لكم الاخوات انكم ترافقوه بالروز، عندي انواع ولا تشكيله ديال تحضير الروز في القناه ان شاء الله كتجي حتى هي ممتازه، ما تبقاش ليا الوقت بانني نحضرها حتى هي معكم اولا نقدمها مع هذا الطبق. ممكن انكم تحضروها به وترافقوها مع هذا الطبق ديال الكوكلي في الفرن. وهذا هو العصير اللي صايبنا مع بعضياتنا، شوفوا معايا كيفاش داير كيجي منعش الاخوات. هذا العصير هذا
فعلا حتى هو كيستحق التجربه. كنتمنى الاقتراح ديال هذا النهار اخواتي ينال استحسانكم، وكيف ديما ما تبخلوش عليا بلايك للتشجيع فضلا وليس امرا. ولا كانت اول زياره لكم للقناه وعجبكم المحتوى ديالي فضلا فعلوا الجرس باش توصلوا بجديد الحلقات. الاخوات اللي مازال ما التحقوش بنا في المجموعه ديال الواتساب، فيها تطبيقات الاخوات من القناه، يعني كيشاركوا فيها التطبيقات ديالهم من القناه. مرحبا بكم الاخوات، شرط الالتزام بشرط المجموعه. خليت لكم الراحة، في أمان الله، إلى فيديو قادم إن شاء الله.